وكنت ضيفي اليوم حفاني محمد من ولاية مسيلة جمعية كنوز، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ وبكل سكان مدينة شلف من هذا الاستديو. بداية يعني ممكن تعرفني بجمعية كنوز، نشاطها وأهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعية الوطنية السياحية كنوز الجزائر هي جمعية وطنية سياحية ثقافية إعلامية ترفيهية تنشط عبر كافة التراب الوطني، متكونة من 58 مكتب ولائي بخلاف المكاتب البلدية المتواجدة عبر كل ولاية. نشاطات الجمعية متمحورة في أنماطها المتمثلة في السياحة، يعني ولوج عالم السياحة بما تحمله الكلمة، في الجانب الثقافي الموروث الثقافي المادي ولا مادي بالأخص، هذا هو تركيز الجمعية بحكم الطابع السياحي الثقافي وكذا الإعلامي بالنسبة للجمهور، ومن ثم الترفيه يعني بحكم الطابع الجمعوي جمعيات كلها ترفيهية. طبعا يعني من ضمن نشاطات جمعية كنوز المعارض، مشاركتهم في المعارض، شوفكم اليوم راكم شاركتوا في معرض منظم بولاية شلف، يعني يمكن أن تذكرنا ما هي الأشياء التي أتيتم للمشاركة بها في هذا المعرض؟ نعم، جمعية كنوز الجزائر أو مكتب ولاية مسيلة كنوز بوسعادة شارك على غرار عدة مرات في المعارض والصالونات الوطنية للصناعة التقليدية منذ عدة سنوات. مشاركتنا اليوم بولاية شلف تلبية لدعوة المتحف العمومي جاءت خلال هذا الأسبوع لإبراز الموروث الثقافي المادي ولا مادي الذي تسخر به مدينة بوسعادة المتمثل في اللباس التقليدي الشتوي المعروف بالقشابية والبرنوس. هل من قراءة مختصرة للجمهور الكريم أن تعرفنا ببرنوس القشابية خاصة المسيلية بوسعادية في وخاصة مشاركين بها في هذا المعرض؟ نعم، هناك العديد من الأنواع من أنواع القشابية، يعني لما نقول قشابية أو الشعب الجمهور الكريم ما يخفش عليه أنه القشابية فيها عدة أنواع ابتداء من الوبر يعني الأصيل، والنوع الوبر هذا بحد ذاته متفرق إلى عدة أنواع، من ثم الصوف الملف الكاشمير عدة أنواع، يعني سيجدون هنا إن شاء الله بالمتحف العمومي. هذه الأنواع اللي شاركتم بها ومعروضة في المعرض، يعني الأثمان تاعها تتراوح ما بين كم؟ المنتوجات المشارك بها يعني النسبة الكبيرة يعني تكون في القدرة الشرائية للمواطنة لكافة المواطنين، يعني أسعار في المتناول، والأسعار تاع الوبر والصوف يعني ما نقولوش أنها مرتفعة، هي بالنوعية والجودة هي في سعر معقول، وإنما لبينا احنا أنه المشاركة تاعنا من خلال المعرض نستقطب الفئة الهشة والفئة من ناحية الأسعار، ربما اللباس تاع الأولاد الصغار يبدأوا من 80,000 100,000 120 150 لوبر 200 و250 كادي، كاين لباس رجالي 350 450 حتى المليون مليون ونصف الوبري، اللباس التقليدي القشابيه متوفره ابتداء من سعر 300,000 فما فوق. 300 500 800 مليون مليون ونصف 2 3 8 متوفره عده انواع. يعني هل قلت لكم مشاركات اخرى مثل هذه المعارض وعرضتم فيها البرنوس والقشابيه المعروفه القشابيه المسيليه؟ طبعا نعم، ربما من خلال تواجدني هنا بمدينه شلف في ذات الوقت مكتب ولاية مسيلة هو حاضر الآن في ساحة شهداء بالجزائر العاصمة وكذا بغرفة صناعة تقليدية بالبويرة، يعني عندنا مشاركات في عدة ولايات، وهذا من بين أهداف الجمعية لأن الجمعية مكتب ولاية مسيلة بصدد استحداث اللجنة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف إن شاء الله. الكلمة الختامية توجه الجمهور. الكلمة الختامية الموجهة للجمهور، أهلا وسهلا بكل مدينة شلف في مدينتكم المضيفة، نحن ضيوف ونرحب بكامل ضيوفنا الكرام من مدينة شلف وحتى من خارجها في متحفكم العمومي، ونحن ضيوف وأنتم أهل الديار، أهلا وسهلا بكم. شكرا، بارك الله.